ها هو يوسف. راشد، أنا يوسف، أود أن تصنع لي روبوت من الكرتون. شكرا. حان الموعد يا أصحاب لنلاحظ ماذا نستخدم. نبحث عن ماذا نحتاج. مسطرة، قلما به نرسم، نصنع، نبني، قلنا دجاج. ثم نجرب، هل ينجح؟ ثم نجرب، هل ينجح؟ ثم نجرب، هل ينجح؟ روبوت من الكرتون؟ يا لها من فكرة رائعة. نعم نعمان، ألن تساعدنا في صناعة الروبوت؟ طبعا طبعا، لكنني منشغل بالألعاب الجديدة على جهازي اللوحي. أتعلم أنه يمكنك استعمال جهازك اللوحي في مساعدتنا بالعمل والبحث عن المعرفة؟ هل يمكن أن نلعب ونعمل في الوقت نفسه؟ نعم يا شمس، يمكننا استعمال الإنترنت من جهاز نعمان اللوحي في البحث عن طريقة لصناعة روبوت من الكرتون. انظر يا نعمان، هذه أيقونة البحث. ابحث يا سمسم، نضغط عليها فتظهر لنا صفحة البحث. نكتب ما نريد معرفته هنا، ثم نضغط على بحث وتظهر لنا المعلومات. يا سلام، دعني أجرب. تفضل. أنا بطيء في الكتابة، هذا صعب جدا. البحث عن طريق الكتابة ليس هو الطريقة الوحيدة، يمكننا البحث بالصوت أيضا. انظروا، نعم، سأضغط على زر البحث بالصوت. والآن اسألا ما تريدان. حسنا، أود معرفة ماذا يأكل القمر؟ وأنا أود معرفة كيف ترقص النملة. الكثير من الأسئلة، أرجو أن تسألوا بالدور. وهناك مصدر آخر للمعرفة وهو الكتب. الكتب؟ سأذهب إلى المكتبة لأبحث عن كتاب عن صناعة الروبوت. والآن لدينا المهمة، وهي البحث عن طريقة لصنع روبوت من الكرتون. مرحبا راشد، وجدت كتابا رائعا عن الروبوتات. تفضل. رائع يا شمس، أصبح لدينا مصدران للمعلومات الآن عن كيفية صناعة الروبوتات. يا سلام، لنبدأ البحث. هيا. كيف نصنع روبوت من الكرتون؟ أرجو مشاهدة صورة الروبوت من الكرتون. هذا الروبوت يبدو رائعا، فلنصنع مثله. ولدي هنا كل المواد المطلوبة. لدينا كوب ورقي، صندوق كرتوني، كرات من الفلين، ورق اسفنجي، مقص وصمغ وألوان، واسطوانة كرتونية. يا سلام. Thank you.
هذا أنا الروبوت وأستطيع الرقص هكذا. نعمان، يا نعمان، أنت لست روبوت يا نعمان، أنت نعمان وتحب الجيمات. ولكن كيف عرفت ماذا يحب نعمان؟ لقد قرأتها في الإنترنت. يا السلام، أنت ذكي جدا يا كتاب المعرفة. انهض وتقدم واضرب قدميك برجليك، ستسمع أجمل ما يرضيك. اضرب بحنان، والآن بسرعة، ثم نقوم لأننا سنفصح عن رقم هذا اليوم. أخبرنا رقم اليوم طاح ثم انكسر. رقم اليوم هو 18. إذن عرفناه رقما جديدا، إذن عرفناه رقم اليوم الجديد، إذن عرفناه رقم اليوم الجديد. 18. أوه واو، مقال رائع حقا. أنيس، أنيس، أنيس. أوه أهلا بدر. أنيس، هل عليك أن تعزف البوق في هذا الوقت والمكان؟ أوه أحتاج لأن أتمرن يا بدر. ولكن أنيس، أنيس، أنيس. نعم بدر. إني أقرأ مقالا مهما. أوه. وصوت البوق عال جدا ومزعج. أوه مقال عن ماذا؟ إنه مقال جميل عن الحمام الزاجل. هناك الكثير من المعلومات عن الحمام على الإنترنت. أوه حقا؟ نعم، وأيضا يمكنني أن أرى صورا للحمام وأشاهد أفلاما عن الحمام، ويمكنني حتى رسم الحمام. أوه كم هذا جميل يا بدر، ولكن علي الآن متابعة العزف. لحظة، أنيس، 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 أيمكنك أن تتمرن لاحقا وتقوم بشيء هادئ الآن؟ مثل ماذا يا بدر؟ لما لا تستخدم الكمبيوتر مثلي؟ لا أريد يا بدر، فأنا لست مهتماً بالحمام. لكن يا أنيس، أنيس، الكمبيوتر يمكنه أن يعطيك الكثير من المعلومات عن أشياء أخرى غير الحمام. ولكني لست مهتماً بأشياء أخرى الآن، أنا فقط مهتم بالبوق. أنيس، أنيس. نعم بدر. اسمع، يمكنك استخدام الكمبيوتر لتجد معلومات عن الأبواق. حقا؟ نعم، أغاني وصور وموسيقى وكل ما تريد أن تعرفه عن البوق. هذا رائع حقا. أتعلم ماذا سأفعل الآن يا بدر؟ نعم. أتعلم؟ سأذهب وأستخدم الكمبيوتر لأجد معلومات أكثر عن الأبواق. رائع، عظيم. وأخيرا هدوء وراحة، والآن لأتابع. واو، هذه الحمامة جميلة حقا. مرحبا بدر. أنيس، لقد تعلمت شيئا جديدا على الكمبيوتر لمساعدتي في التمرين. تعلمت كيف أشارك عزفي مع صديقي المفضل. لا، أنيس، أنيس. لغتنا تحلو وكلامنا منها لا يخلو، ولها صوت ولها اسم ولها شكل. ردد صوت الحرف ترنم، واسم الحرف معنى تعلم. هل تعرف ما حرف اليوم؟ حرف الميم. حرف اليوم. مرحبا أحبائي الأطفال، كيف حالكم؟ سأحكي لكم اليوم قصة نمنم الذي نسي واجبه الذي طلبته المعلمة وتذكر بآخر لحظة. يا ترى ماذا سيفعل؟ هيا لنكتشف ذلك معا في قصة واجب نمنم المدرسي. طلبت المعلمة من الطلاب أن يحضر كل واحد منهم
صورة جميلة لنخلة من نخيل التمر، يصورها بنفسه. وسيكون هذا هو واجب العلوم ليوم الغد. تحمس نمنم لذلك، فبجوار منزلهم الكثير من نخيل التمر، ويمكنه أن يلتقط صوراً رائعة لها كلها عند عودته من المدرسة. انتهى اليوم الدراسي، وانطلق نمنم نحو بوابة المدرسة حيث اعتاد أن يجد والده في انتظاره، وقد بدأ الجوع يقرصه فتوجه إلى المنزل مباشرة ولم يخبر والده بالمطلوب منه. لم يشعر نمنم بالوقت بعد الغداء، فقد أخذ قيلولة قصيرة ثم أنهى مراجعة دروس اللغة العربية والحساب. حينها سمحت له والدته بأن يجلس نصف ساعة أمام جهاز التلفزيون. يبدو أن نمنم نسي ما طلبته المعلمة لمادة العلوم. حين حل المساء، جلس نمنم قبل أن ينام مع والديه يشرب الحليب وهما يشربان القهوة العربية مع أكل التمر. وفجأة بدا عليه الارتباك والقلق، فسألته والدته عما به فأخبرها. لامه والده لأنه نسي واجبا مدرسيا مطلوبا منه، وقال إنهما سيساعدانه هذه المرة بشرط أن لا يتكرر هذا مرة أخرى، فوعده نمنم أن لا يكرر هذا مرة أخرى أبدا. خرج نمنم ووالده متجهين نحو النخلة القريبة من منزلهم، لكن لقد حل الظلام تماما ولم يستطيعوا رؤية النخلة بوضوح، فقد كان الظلام شديدا بالفعل. شعر نمنم بالقلق أكثر وبدأ يسأل والديه: ما العمل؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ لا أريد أن أذهب إلى المدرسة دون صور نخيل التمر، ولا أريد أن تغضب مني معلمتي. طمأنته والدته بأنهم سيجدون حلاً، ولكن عليه أن يهدأ كي يفكر جيداً، وطلبت منه أن يفكر في جميع الحلول الممكنة، لكن نمنم لم يتمكن من البقاء هادئاً. في تلك اللحظة انقشعت سحابة كبيرة أمام البدر المكتمل، فشع نوره وأضاء المكان. قفز نمنم بسعادة ورفع آلة التصوير ليلتقط صورة النخلة بسرعة، لكن سحابة أخرى تحركت فغطت القمر مرة ثانية. يبدو أن علينا أن نجد حلاً آخر، قالت الوالدة وهي تنظر لنمنم بأسف، وعادوا جميعاً إلى المنزل ليفكروا فيما يمكنهم فعله. في البيت أحضر نمنم شمعة كبيرة وطلب من والده إشعالها والذهاب إلى النخلة لتصويرها، ومع أن والده كان يعرف النتيجة إلا أنه استجاب لرغبة نمنم حتى يجرب ويرى النتيجة بنفسه. وأمام النخلة اكتشف نمنم أن الشمعة أصغر بكثير من أن تضيء النخلة الطويلة، بحيث تظهر كل تفاصيلها من جذع وسعف وثمر. بدأ نمنم يشعر باليأس، وفجأة رأى ضوءا أضاء المكان، تلاه صوت بوم بوم، وإذا فكرة خطرت لنمنم، وسأله والده إن كان يمكن لآلة التصوير الرقمية التي بيده أن توفر الإضاءة الليلية فيتمكن من التقاط الصورة المطلوبة. برقت عينا نمنم فرحاً حين عرف بمساعدة والدته أن آلة التصوير يمكنها ذلك بالفعل، فالتقط الكثير من الصور الجميلة، وكان انعكاس ضوء آلته على الأشجار
وقبل والديه على مساعدتهما القيمة له. في حصة العلوم كانت الصور التي أحضرها نمنم من أجمل الصور، وقد علقتها المعلمة على جدارية الصف، ولكن نمنم السعيد كان يحلم أحلاماً سعيدة حينها. وهكذا تمكن نمنم من الحصول على صور جميلة للنخيل وأنجز واجبه المدرسي المطلوب. هل أعجبتكم القصة أحبائي؟ That's all.